السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات. فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على واحد البرنامج مهم جدا اللي الأسر المغربية كتستفد منه، وهو برنامج تيسير، اللي هو واحد البرنامج اللي دارته الوزارة ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باش تساعد الأسر المغربية تقري وليداتها في أمن وأمان. وخالي الأسف هاد المبالغ اللي كتعطاه هي مبالغ قليلة جدا. إذا اليوم جيت غادي نتكلم لكم على واحد البلاغ اللي لحته الوزارة مؤخرا كيخص التسجيلات الجديدة برسم السنة الدراسية 2022-2023، واللي قالت فيه بأن الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير غادي يتكلفوا بمجموع العمليات المرتبطة بتيسير، يعني تسجيل المستفيدات والمستفيدين، معالجة الشكايات، وكذلك أداء المستحقات المالية لهذه الأسر وفق برنامج تيسير. وفي هذا الإطار فإن العملية ديال تسجيل المستفيدين والمستفيدات الجدد برسم السنة الدراسية 2022-2023 غادي تكون وفق مرحلتين. المرحلة الأولى فقط تجريبية، وغادي تكون غير في جهة واحدة واللي هي جهة الرباط سلا القنيطرة، واللي غادي تكون ابتداء من 21 في هذا الشهر هذا 21 نوفمبر 2022. والمرحلة الثانية غادي يكون فيها تعميم التسجيل، يعني على المستوى الوطني، وذلك ابتداء من 5 دجنبر 2022، يعني 5 في شهر 12 2022 إن شاء الله غادي يكون موعد بداية التسجيل في جميع الجهات على المستوى الوطني. عملية التسجيل غادي تعرف وحدة التسجيل، لأنه دابا ولاو ثلاثة ديال الطرق أو ثلاثة ديال الوسائل باش تسجل. الوسيلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني، الموقع الإلكتروني اللي كيظهر على الشاشة http://tesir.cdgprevoyance.ma. إذن هذا هو الموقع الإلكتروني ديال الوسيلة الأولى للتسجيل. الوسيلة الثانية وهي عبر تطبيق تيسير على الهاتف النقال، والوسيلة الثالثة عبر شبكة القرب واللي كتضم مجموعة من مؤسسات الأداء. إذن وبهكا إلا تبعتي هذه المراحل غادي تكون سجلتي ولدك ولا بنتك باش تستفد إن شاء الله من هذه التعويضات ديال برنامج تيسير اللي قلت في الأول هو برنامج تلقاته الوزارة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باش تساعد الأسر المغربية باش إن شاء الله تقري وليداتها في أمن وأمان ويوفقهم ربي سبحانه وتعالى في الدراسة ديالهم. إذن هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. كنت معكم على برنامج تيسير وبالضبط تسجيل المستفيدين الجدد 2022-2023. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.